الحقيقه ان احنا يعني في دقائق قليله هنستعرض قضيه اعتقد انها قضيه خطيره جدا. بعد كده ان شاء الله يعني في حلقاتنا الجايه عندنا حاجات نجمة حفله واشتباك يعني، لكن النهارده في اشتباك خفيف كده على الطاير يعني. بطله وزير سابق، وزير سابق، وزير مهم يعني. يعني اعتقد انه الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق كان وزير مهم، وزير قوي يمتلك حجه وبرهان بصرف النظر بقى عن الطريقه اللي طلع بيها من الوزاره، لكن هو كان وزير قوي. عايز اقول بس حاجه، انه حق الرد مكفول له ولكل من سيرد اسمهم في هذا التقرير. الحقيقه احنا عندنا اوراق بتقول ان الدكتور خالد حنفي اشترك مع شخص اسمه زياد عبد الله محمد يوسف عيسى. تاني، زياد عبد الله محمد يوسف عيسى اشترك معاه في تأسيس شركة رأس مالها مليار جنيه. واحد يقول يعني متخيل يعني ايه حكاية مليار جنيه وبتقولها كده؟ ما خلاص المليارات ما عادتش كتير يعني، بس لما نعرف الباقي هنلاقي انه ده مبلغ كبير. مش احنا طبعا اللي بنقول الكلام، يعني رأس المال الشركة مش احنا اللي بنقول، السجل التجاري للشركة في هيئة الاستثمار بيقول انه مليار جنيه قدام حضراتكم، حضراتكم ممكن تشوفوه. مين زياد بقى؟ الأخ زياد ده مين؟ الأخ زياد ده من محافظة اسكندرية، نفس محافظة معالي الوزير السابق. المعلومات اللي عندنا بتقول إن زياد عيسى وخالد حنفي أصدقاء وأصحاب من زمان، فترة طويلة، طبعا ربنا يديم المعروف بينهم، مالناش علاقة بالحكاية دي على جنب. الاتنين دول قرروا يتشاركوا ويعملوا شركة اسمها زادة. زياد زادة يعني هم حرين في اختيار الاسم، زادة. الكلام ده امتى؟ الكلام ده في ابريل 2017، يعني احنا بنتكلم في حوالي 3 شهور، شهر 4. يعني بعد خروج خالد حنفي من الوزاره. راس مال شركه زياده دي يعني احنا دلوقتي اللي خلى المساله مهمه انه بعد خروج الراجل من الوزاره اسس الشركه، انت ممكن تشوف ان ده عادي، لكن اللي جاي هيقول لك انه مش عادي. راس مال الشركه كان مليار جنيه، ورأس المال المصدر 100 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع 10 مليون جنيه، كل دي تفاصيل، كل دي تفاصيل. المبالغ مبالغ كبيرة شوية، لكن خلينا نرجع لورا. يعني المبالغ زيادة، لكن خلينا نرجع لورا شوية. لما كان خالد حنفي في وزارة التموين، حصل إنه في بلاغ اتقدم للمستشار نبيل صادق النائب العام. قدمه جمال سمير محرر في 17 يونيو الماضي، اسف، بعد ما خرج بلاغ قدمه المحامي سمير محرم في 10 يونيو، رقمه بالمناسبه 7037 لسنه 2017 عرائض النائب العام. بلاغ موجود اهو، وعايز اكد لحضراتكم برضو عشان احنا يعني ايه نبقى ما بنخدعكش. البلاغ اتهام، مجرد اتهام مش نهائي. جمال في البلاغ بقى بيكشف اللي احنا بنعتبره هنا ممكن ان يكون فساد، ولا بد ان يسال الوزير، ولا بد ان يتحدث. البلاغ بيقول ايه؟ انه اللي عمله الوزير، انه زياد ده، انه اسند اكتر مشروعات الدوله واللي بتتعلق بالمواطن المصري، من بينها مثلا مشروعات زي ايه؟ زي بطاقات التموين، ومشروعات بطاقات الحيازه، ومشروع السجل التجاري، وكل دي حاجات بتتعلق بالامن القومي. اسند هذه الاعمال كلها لشركة واحدة فقط اسمها أيام للتجارة والاستثمار. حلو قوي، كلام برضو عادي، الراجل في بيسند لشركة الأعمال بتاعت الوزارة، حلو قوي. مين بقى رئيس الشركة اللي خالد حنفي كان بيسند له شركة أيام دي؟ ده الأستاذ زياد عيسى. خلاص كده الحلقة إيه؟ بتكمل. والوزير كان يسند لزياد عيسى أعمال في وزارة التموين، أعمال ضخمة، مشروعات ضخمة، وبعد ما خرج من الوزارة أسس شركة رأس مالها مليار جنيه معاه. البلاغ كمان بيتهم زياد عيسى ده إنه قدر من خلال الوزير السابق، الوزير خالد حنفي، من إبرام عقود تخص الشعب المصري، تخص بطاقات التموين ومصلحة الدمغة وأعمال أخرى بتخص الوزارة، زي مثلا مشروع تحديث بطاقات التموين، وتم اسناده ليه بمبلغ 24 مليون جنيه، وكمان مشروع تحديث بطاقات الحيازه بمبلغ 120 مليون جنيه. ده بقى كله ايه؟ بالامر المباشر. وهنا المخالفه، يعني ببساطه شديده جدا بتعمل مناقصات.
اللي يقدم السعر الاقل اللي بياخد، عشان دي اموال دوله، دي اموال دوله، وبلاش نقول اموال دوله، دي اموال شعب، اموال شعب يتيم الحقيقه، يعني شعب غلبان. يعني كل ما نقول اموال دوله، لا يا سيدي دي اموال شعب. فبحجه بقى انه زياد كان معاه ورقه معمول لها اثبات تاريخ في الشهر العقاري بفكره التكويد، هو خد ورقه كده من الشهر العقاري ان هو عبقرين ومعاه فكره التكويد، وبالتالي يعني خالد حنفي اداله المشروعات. خالد حنفي ايامها تجاهل ان في نزاع اساسا، نزاع قضائي على اثبات فكره التكويد قائم في المحكمه الاقتصاديه في مدى مصداقيه الورقه دي. يعني ده الراجل خد ورقه راح للوزير قال له انا صاحب حكايه التكويد، قال له خد يا سيدي. البلاغ بيقول ايه كمان؟ وده نقطة مهمة جدا، انه زياد عيسى ده تم اتهامه في عدد من القضايا، يعني وده موجود في السجل في وزارة الداخلية، قضايا بقى ما بين نصب وخيانة أمانة وخلافه، ودي حاجات قضائية. المحامي جمال سمير محرم بيطلب ببساطة بفتح التحقيق في اقتصار عقود وزارة التموين على شركة أيام وزياد عيسى. على فكرة ده طلب عادي جدا مشروع، يا جماعة الراجل ده بتسند ليه الأعمال دي، حققوا معاه. بيتهم كمان الوزير خالد حنفي وبيطالب بالتحقيق معاه بتهمه ابرام عقود مع بعض المؤسسات بالدوله نتيجه اثبات تاريخ على فكره لم يتم تطبيقها اصلا، واقتصار تلك التعاقدات على زياد عيسى فقط. انا دلوقتي قدام وثيقه بالشركه المتاسسه، بلاغ للنائب العام قائمه بالاتهامات لشريك وزير التموين السابق، شركة تم تأسيسها بمبلغ مليار جنيه حسب معلومات أنا وسمعتها والله من حد قريب من وزير التموين السابق، وحد ذات يعني ثقة وثقل، يعني زي ما بيقول عندنا كده في الصحافة تلاقي مصدر يقول لك هذا مصدر ذات ثقة وثقل، راجل مال وهدومه. يعني قال مرة يا جماعة والله خالد حنفي طالع من الوزارة، انتوا قاعدين تقولوا الراجل استغل منصبه ونفوذه، ده كل ثروته ما زادتش عن 600,000 جنيه. طبعا يعني ربنا يفتح عليه، 600,000 جنيه. فلو اعتبرنا ان هذا الرقم صحيح فنقول للوزير ايه الشركه اللي انت مأسسها بمليار دي؟ رقم واحد. ورقم اتنين اللي هو فكره وزير عمل مشاكل وطلع، هي يا جماعه يعني هي ايه ممر امن؟ الحكومه دي ممر امن؟ ما الوزير اللي يجي ويغلط يتحاسب والناس تعرف هو اتحاسب على ايه وعمل ايه. تدخل حضرتك الوزاره ثروتك مكتوبه قد ايه، بعد ما تطلع نبقى عارفين ثروه حضرتك قد ايه. على فكره ده كلام مش عيب، يعني مش ما يخدش الحقيقه ولا حاجه. يعني حضرتك دخلت الحكومه دلوقتي يقول لك ايه، بنطلب ناس يجوا الوزاره فما بيرضوش لانه المساله لانه هو الرئيس السيسي منشف يعني فيما يبدو، يعني ايه برضو الامور منتظمه او منضبطه شويه. لكن نحن أمام حالة يمكن تلخيصها أمام حضراتكم، وزير سابق أسس شركة مع من كان يعني يسند إليه أعمال بالأمر المباشر في الوزارة، والله أعلم كم من الثروات كونها من هذه الأعمال.